ضيفتنا اليوم بوول اوف فيم هي ممثلة ومخرجة لبنانية ومؤسسة ومديرة مركز كاثارسيس للعلاج بالدراما اللي من عام 2007 لليوم قدم لنا مجموعة من الأعمال اللي بتضوي على قضايا إنسانية لفئات منسية بالمجتمع. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا زينة دكاش. أهلا وسهلا فيكي. بونجور. شرفتينا ويعطيكي ألف عافية. عملك مستمر ومثل ما قلت بقضايا وفئات بالمجتمع تعتبر منسية للأسف لولا الأعمال اللي أنت عم تعمليها حتى تضوي على هالقضايا. اليوم بدنا نحكي عن عملين بالأخص لإلك. أول واحد هو جوهر في مهب الريح، مسرحية صورتيها مع السجنة برومية بتضوي على السجناء اللي عندهم أمراض نفسية وعقلية وكمان المحكومين مؤبد. صح. والعمل الثاني هو شبيك لبيك اللي هو قبل هالمسرحية 2014 بتصور 2014-2015 نعرض لايف ببيروت وقدوا. نعم. عاملات أجانب وعاملين أجانب قاعدين بلبنان وعلنا معاناتهم أكيد مع. صح. التمييز والعنصرية. صح. بدي بلش مع جوهر في مهب الريح اللي سمعنا عنه كتير وعم بتضوي مثل ما قلت على قضية منسية فيها كتير ظلم. صحيح. قديه في ظلم يعني بهالقضية وهيدا السبب دافع الأول لاختيارك هالقضية؟ أكيد، بس تقول إنه هالويك أند اللي هو مبارح اليوم وبكرة هو هالعملين عم بينعرضوا، مشان هيك يعني هو كانت حافل بسينما متروبوليس بسوفيا. بسينما المتروبوليس رح نشوفهم مصورين صورتيهم وعم بينعرضوا كل ليلة على مدى 3 أيام. صح. الأولى بتبلش 7 يلي هي شباك لبيك، 8:30 بتبلش جوهر بمهب الريح، وبيكون معنا الممثلين يلي أدوا هالأدوار. أكيد ما في طلع سجنة من رومية، ولكن في ناس خلصت محكوميتها موجودين معنا. وعدد من العاملين حوار. والعاملات كمان رح يكونوا موجودين لنقاش او حوار اذا بدك بعد عرض. صحيح. هالافلام المصوره. صحيح. والمناسبه الاكبر هي اطلاق DVD جديد لمسرحيه شبيك لبيك بيصير موجود بامتنان الجمهور، فمش هيك بهالمناسبه قلنا هيك لنعرض هالعملين داخل السينما لان كثار من الناس بعد ما قدروا يحضروا. صحيح. خاصه جوهر بمهب الريح اللي صارت داخل السجن وكان عندنا اذن بس نعرضها 6 مرات. فبتعرفي بالسجن عندك المعاملات وهيك يعني. صحيح. كان حق لنا مثلا كل مره ندخل 200 شخص، بقى الويتنج ليست كثير طويله والكل عم بيسال طب ايمتى فينا نحضرها؟ مثل العاده بنصورها بنمنتجها بشكل كثير بروفيشنال تالناس تقدر تحضرها برا، بعض السجناء اللي خلصوا بيرافقونا معها لهالمسرحيه تا يحكوا مع الناس. جوهر بمهب الريح مسرحيه ما اجت وحده، اجت مع مشروعين قانون بيدعموا. صحيح. وضع يلي هن الناس اللي عندها امراض نفسيه من بعدها يعني كان عم ينشغل على مشروع القانون. نعم. وعم تنعمل المسرحية، عملت المسرحية قدمنا مشروعين القانون يعني لا. مش بس أثرت باللي حضروا هالمسرحية واللي اشتغلوا فيها كمان بالمسؤولين المعنيين هالزيتيون جوهر بالريح. أنا بقول مشروع شامل. صحيح. صار مسرحية عملت لوبينج لقضيتين هن قضية المريض النفسي القاعد بالسجن يلي عامل جريمة وهو مريض نفسي والمؤبد والإعدام لأنه هول الاثنين ما عندهم فرص يطلعوا من السجن بحياتهم. ليش بنقول مريض نفسي ما عنده فرصه يطلع؟ غريب الى ان يشفوا، وهون تعرف مين اللي بيحدد اذا. صحيح. وصلوا للشفاء ام لا. قانون عقوبتنا بعده يعني بطريقه لطيفه مؤبد يعني هيدي هي يعني اتس فيري هيومن انه عن جد انهيومن انه من سنه 43 البانل كود طبعا اللي هو قانون العقوبات ما تعدلوا هول المواد اللي بيقولوا كل مجنون كل ممسوس وكل معتوه ارتكب جريمه بيقعد بالسجن لحين الشفاء بمأوى احترازي بالسجن لحين الشفاء. بداية عيب نحن بال 2016 نسمي. نعم. بعد حدا مجنون وممسوس، ممسوس من شو ما فهمت؟ ممسوس من الشيطان من ال عرفتي؟ نعم. ويقعد لحين الشفاء، العلم اثبت نحن ما بنشفى من المرض النفسي، نحن بنوصل لاستقرار، بنوصل لمعالجه، نتعالج، نتعايش معه، اكيد بس يكون في علاج عم نخضع له، بالحبس مين عم بيخضع لعلاج؟ صح. فهول المعترين فضويت عليهم وعلى حالتهم وضعهم اليوم بهالسجن. صح. وبالنسبة للتعديلات بداية عدلنا العبارات الموجودة. صحيح. ثانيا بالتنفيذ وبالعقوبات لا بالبانل كود يلي هو قلنا عندي اياها قانون العقوبات تبعنا فهو المفروض يكون هون التعديل عم بيصير لانه المواد جواته. نعم. دونك تعديل العبارات انه ما بنقول بقى مجنون ممسوس ومعتوه،
التعديل انه نحن بما انه ما عندنا مقاوي احترازيه بالبلد هو لازم ينقلوا على مستشفيات ليكونوا عم بيتعالجوا لانه ما عم بيخضعوا لاي علاج لا برومي ولا بال20 21 حبس اللي عندنا بل بالعكس حالتهم عم بتسوء اكثر وعم بيطلعوا بالاخر سوري على الكلمه جتت يعني بيبقوا جوا بيطلعوا ميتين او بالفعل مجانين سوري يعني عفوا هن ما عم بيطلعوا بالاخر يعني الا ميتين بالاخر لانه القاضي ما زال ناطر انه حدا يكتب له انه شفي ما لا بسيكياتر حيمضي لك شفي ما هن ما بيشفوا دونك بدون علاج اكيد ما راح يشفوا بدون علاج ما بيشفوا دونك هيدا اول مشروع قانون عمل القانونين اللي قدمناهم للبرلمان اللبناني صاروا بالتعاون مع وزاره العدل رئيس حمزه شرف الدين هو اللي نصهم كان معين من الوزاره فتاني قانون كمان قدمناه المؤبد والاعدام اليوم بلشوا يقولوا لهم فيكم تستفيدوا من سنه 2011 قالوا فيكم تستفيدوا من تخفيض عقوبه اذا عندكم حسن سلوك ولكن لازم تكونوا دفعتوا المصاري اللي عليكم تعويضات الشخصيه لاهالي الضحيه او جيبوا اسقاط حق. المصاري اللي عليهم فيها توصل ل 500 مليون و 600 مليون و 800 مليون. مين منهم قادر يامن هيك مبلغ؟ شكرا. وما عندنا سقيفه مسامحه نحن كمان بالبلد لتروحي تطلبي الباردون من الاهالي يعني مرق 30 سنه بالرغم من هالشيء نضالك بعده مستمر زينه وبدي اعرف اذا الظلم الموجود بهالقضايا بالذات هو الدافع الاساسي لطرح هالمواضيع وهالاعمال ولكن قبل خلينا نشوف مقطع من جوهر في مهبر ريح. أشهد أن لا السجناء بنفسهم عم بيعبروا بهالرقصة عن شو يعني انه يكونوا مسجونين وعندهم هالامراض النفسية واكتشفتي هون قد ايه بيتحدوا او بيتوحدوا يعني اللي شفناهم هلا ومثل الناس اللي حتحضر المسرحية بتعرفي المريض النفسي خاصة اذا عنده مرض شديد ما بيقدر يطلع مسرح ويركز على ساعتين يلي هي مدة المسرحية فمين اللي مثل بهالمسرحية مين اخذ لهم ادوارهم الشباب اللي ما عنده امراض نفسية قاعدة بالسجن اقتبسوا شخصيات زملائهم الاشخاص اللي عارفوهم عن قرب اكثر شيء اللي خلص تحول يعني بدي اعتبر علي تحول لتوني كان صعب زينه يعبروا جسديا ما عندهم اي تجربة تمثيلية سابقة الشغل جاي من بعد كان بالجسم او باللغة 15 شهر تمارين وعلاج بالدراما لوصلنا لهون يعني امبارحة كان اول عرض على 8:30 بالمتروبوليس العالم تطلع يقولوا لا ما معقول في منهم يعني الممثلين بارعين بعد اهم من اي ممثل بنشوفه على التلفزيون هول الناس قاعدين كل يوم عم يشتغلوا بالسجن على حالهم على جسمهم على كيف يعبروا على كيف يشتغلوا على صوتهم ف بشو وعدوا حالهم من خلال المشاركه بهالعمل شو وضحتي لهم وضحت لهم انه انتم اذا بتشاركوا بهيدا العمل انتم عم بتعدلوا قانون يعني لمدى الحياه ممكن يغيروا الواقع اللي هن عايشين اذا مش هن مش واقعهم واقع اللي جاي وراهم وزملائهم فانت محملتيهم قضيه يعني كان التزامهم بشكل انه ما في مشارك ما انا عم بعدل شيء لغيري يعني هون اهميه يعني عم يستعملوا جسدهم وكل حواسهم حتى يعبروا والنصوص عن حقيقه عم بيعيشوها كثير عملوا اغاني عملوا نصوص عملوا مونولوجات يعني اكيد خلينا نشوف مشهد ثاني من جوهر في مهب الريح نحن بمبنى المحكومين اسرع شوي نحن بمبنى المحكومين اكثريه منسيين تاحق نفسي جن روميه الله يستر الله يعين تالي كارت على الهويس عجل نزال شو ملابس عيد من وراي هون اذا اجك دور تحكي لك رامبو بدكن حاسس بوما 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 ايه تعبينا ايه والله ايه نعم
فرصة استثنائية حتى نشوف هالعمل بسينما متروبوليس سوفيل، إلى جانب أكيد مسرحية شبيك لبيك اللي سبقت هالعمل عن معاناة العمال والعاملات الأجانب بلبنان، وأكيد معاناة الكفيل مع فرجينا الكفيل طرفين ومعاناتهم أكيد مع التمييز والعنصرية والاضطهاد وكل أنواع المعاناة. راح يكون في نقاش مع بعض العاملات والعاملين بالمسرحيتين، بالمسرحيتين موجودين الممثلين، بعض الممثلين اللي شاركوا بهالاعمال. طب بيخلص العرض المصور، ناس بتحضروا راسا بنبلش حوار معهم، ناس فيها تطرح عليهم اي سؤال بدها، راح يكونوا موجودين ليحكوا معهم ليشاركوا خبراتهم. مسرحيه شباك لبيك بتضوي على شغله، انه اجت بوقت كان طالع قرار بلبنان سنه 2014 صحيح. بيقول هيدا القرار انه ممنوع هالعاملين والعاملات يقوموا بعلاقات عاطفيه. اذا انت ككفيله حسيتي انه المكفوله عندك يعني العامله الاجنبيه بالبيت عم بتحس بالحب او بتحب او مغرومه او ممكن تتزوج او ما بعرف شو على الاراضي اللبنانيه، لازم تبلغي عن هيدا الموضوع. لازم انت تبلغي لانه انت بتنطالي وهي بتنطال. كان قرار لا فعلا يعني صدم يعني اكثر من هيك بعيد عن الانسانيه ما في، صرنا مكنه بتكبسيها هلا ما بتحسي، هلا بتحسي، هلا بترشحي، هلا فيك ما ترشحي. نعم نعم، تم تعديل القانون. المسرحيه لما صارت كنا داعيين عده ناس من الوزارات، ناس المعنيه وخاصه من وزاره العدل، وفعلا هون كان قالوا لا هذا القرار نو واي بقى يبقى يعني. فبالفعل بعد شهرين الغي هذا القرار كليا. قد ايه كنت فخوره؟ قد ايه فخوره فيهم انه هن كانوا يقولوا لي نفسك يعني بالنهايه انت اللي طرحتي هالموضوع، يعني الفكره انطلقت من عندك. القرار انا ما كانش معي خبر فيه، قلت له عن جد في هيك قرار؟ ايه زينا لين بس انت هزيتيهم، وعوه شوفوا شو عم بيصير، شوفوا الواقع اللي نحن عايشينه. انا الشغل اللي بقدمه بيجي بتطلع بالمجموعه بقول انتم شو بدكم تقولوا، بسمعهم من غير بالافكار بنشوف افكارهم، لازم تطلع بشكل جدا مسرحي وكونستراكتيف وحلو غير مأذي، نحن ما عم نتحدى عرفتي. خلينا نشوف مشهد من شباك لبيك. ما بحياتك تحكم على حدا أو شعب إذا واحد منهم ما كان منيح معك. أيها الكاميرون، nous avons le mariage civil. Car je comprends qu'ici chez vous c'est un gros problème. شباك لبيك وجوهر في مهب الريح عم بينعرضوا حاليا بسينما متروبوليس، وبكره بعد اليوم وبكره 7 المساء و8 ونص المساء عرض لكل فيلم. صح، 7 شباك لبيك، 8 ونص جوهر. بطاقات وين؟ بطاقات بتيكتينج بوكس اوفيس، يعني كل فروع فيرجن. نعم. او اونلاين، او حتى الناس فيها تتوجه راسا على المسرح عشيه لانه بيكون الفيرجن موجودين. نعم. ابتداء من الخمسة ويقدروا ياخذوا بطاقتهم تحت. وشباك لبيك صار موجود على دي في دي ابتداء من الليله من ارشيف زينة دكاش، بس ما معناتها ما يجوا يحضروا. نعم. نعم. لانه الحوار معهم للعاملات عن جد هو القوي كمان. حلو، شكرا لك زينة دكاش، ان شاء الله بالتوفيق، ناطرين كل اعمالك الجديده قريبا ومنها الشخصيه لك تمثيلي. وقفه قصيره مشاهدينا، والايف رح يكمل، خليكم معنا.